بقى من خلال زملائي المراسلين الموجودين في الحقيقة في عدد من الأماكن على مستوى محافظات الجمهورية. معايا زميلي خالد أحمد موجود من التحرير. خالد، بصبح عليك وياريت نعرف منك مزيد من التفاصيل حوالين مدى تطبيق القرار من عدمه، ومدى كمان تقبل المواطنين لهذه الفكرة واستعداداتهم للتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة. صباح الخير هشام، برحب بيك وبكل السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد في حالة من الذعر في مختلف دول العالم بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بالمتحور أوكرين، ولكن في خطوة استباقية من الدولة المصرية تم تفعيل قرار عدم دخول المواطنين اللي ما عملوش أو ما طعموش لكافة المصالح الحكومية. والنهاردة مرينا على عدد من الوزارات في محافظة القاهرة، مرينا على وزارة الصحة، وزارة التعليم، وأنا حاليا من أمام وزارة الإسكان، بوابة خدمة المواطنين. طبعا يعني كان في مهلة من الشهر السابق شهر نوفمبر، سواء للطلاب بداية من يجب أن هم يطعموا، وكان في مهلة لغاية نص الشهر، وتم تطعيم حوالي 1.5 مليون طالب، بجانب في خطة من الدولة أن هم يتم تطعيم فوق سن 15 عام، لأن نسبة المواطنين من 15 لما فوق حوالي 70 مليون، وتم الإعلان أن هم تم تطعيم حوالي 38 مليون مواطن في إطار يعني الإجراءات الاحترازية والوقائية، بجانب طبعا تم تفعيل قرار عدم دخول الموظفين في الإدارات الحكومية إلا ما تم أخذ التطعيم. النهاردة هو القرار الأهم، ولكن يعني بالتأكيد يعني عدم وقف الخدمات ده هو الأهم. اللي بيحصل كالآتي: المواطن بيبقى داخل بيقدم شهادة التلقيح سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، يعني لو معاك الجرعة الأولى مفيش أي مشاكل، سواء بالورقة أو من خلال الموبايل. بجانب وزارة الصحة عملت تطبيق إلكتروني أبليكيشن اسمه اطمئن، ده بيبقى فيه رقم البطاقة وفيه صورة شخصية، يقدر يتعامل فيه في كافة الجهات الحكومية. طب قول لي يا خالد، على سبيل بشكل عملي دلوقتي جدال، لو في حد داخل أي منشأة حكومية هل لازم يبقى معاه الشهادة فعلا، ولا ممكن يكون مصورها على الموبايل وفي هذه الحالة بيسمح ليه بالدخول ولا لا؟ عايز أعرف منك على أرض الواقع إزاي بتتم العملية. بالتأكيد بيبقى في كذا سيناريو. بداية هو ممكن يكون حامل شهادة التلقيح سواء الجرعة الأولى أو الثانية، أو بيتم تصويرها من خلال الموبايل، أو الحل الثالث من خلال الأبليكيشن اللي هو اطمئن. وبيبقى في حالات استثنائية، ودي بتبقى قليلة جدا، سواء للسيدات الحوامل أو من يحملون شهادات إن هم عندهم حساسية جسمهم ما يقدرش يستوعب الجرعة، أو الأطفال الأقل من 12 سنة. طبعا في حالة من الجدال بين يعني هنا خلت الاستثناءات دي بتخضع للشخص المسؤول عن دخول وخروج الناس، ولا دي حاجة معممة؟ يعني في سياق متصل أنا حاليا متواجد من أمام وزارة الإسكان، بيبقى في شخص مختص واقف من أمام البوابة بيستقبل الزائرين من الجمهور والمواطنين. بيسأل أول حاجة على البطاقة الشخصية، تاني حاجة شهادة التلقيح سواء الجرعة الأولى أو التانية، وبيتم الدخول. في حال عدم وجود الشهادة بيتم منع الدخول إلا في الحالات الاستثنائية، سواء السيدة الحامل أو الأطفال أو اللي عندهم حساسية، وده ساعتها بيبقى فيه فريق طبي متواجد في كافة الجهات الحكومية، أو في حال إن في شهادة PCR في آخر 72 ساعة.